اسمي أسامة المندلاوي من العراق، أسكن بغداد حالياً. أنا أعزف على الناي. طبعاً دخلت هذه المهنة من عمري 15 سنة. قمت يعني أصنع بالأول أعزف، بعدين قمت أصنع هاي الآلة. أنا هنا من خلال عمليات حسابية قدرت أطلع المسافة بين ثقب وثقب آخر من خلال الخارطة اللي أنا سويتها. بهذه راح تصبح الآلة يعني مستعدة للتثقيب، وبعدها نعزف فيها بشكل طبيعي. بعد 15 سنة على صناعة آلة الناي، قمت أدرب وأدرس وأصنع على هذه الآلة إلى أن أصبحت عضو في الأوركسترا معهد الدراسات الموسيقية. طبعا زبايني هم من معهد الدراسات الموسيقية ومن معهد الفنون الجميلة وأيضا من مدرسة الموسيقى والبالية، وأيضا أشخاص يطمحون يتعلمون على هذه الآلة. يعني هذه الآلة تعني لي كل شيء، وأنت تصور العلاقة اللي هي بيني وبين هذه الآلة. وطبعا سميت بنتي ناي ايضا. طبعا انا اتمنى من الجهات المعنيه، يعني ممكن يكون عندنا مزرعه لهذا القصب يعني النادر. اكو دول اخرى يعني حرفيتها بصناعة آلة الناي جدا متطورة، فأتمنى من خلال الورشات التدريبية خارج طبعا البلاد، وممكن نقدر نطور بالآلة بعد أكثر وأكثر حتى نحافظ على مظهرها طبعا.